تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على فريق المرخية القطري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية الثانية لفريق النصر خلال معسكره التدريبي بالدوحة. وكان النصر قد لعب المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي المباراة والتي أقيمت بملعب النادي الأهلي. سجل هدفي النصر البرازيلي ريتشي في الدقيقة 35، وأضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 57، بينما سجل هدف المرخية كاستن في الدقيقة 64. Pour moi, ça a été un bon match. بالنسبة لي كانت مباراة جيدة، وهي مباراة تحضيرية للفريق، وأعتقد أن اللقاءات التحضيرية مفيدة للاعبين. عندنا لاعبين جدد ضمن الفريق مؤخرا، إن شاء الله الفترة هذه تكون من صالحهم ومن صالح الفريق، وإن شاء الله يعني كل مباراة نزيد فيها انسجام. إن شاء الله المدرب يقدر يتوفق يعني يكون تشكيلة مناسبة للفريق. معسكر بشكل عام معسكر يعني بيفيدنا حق المباريات الجاية، وتقريبا زي ما تقول هو استعداد حق كأس الملك، ومباريات هي الإثبات للاعب اللي بياخذ الخانة للاعبين الأساسيين للقتال على الخانة. وقد شارك في المباراة نجم المنتخب السعودي السابق مرزوق العتيبي، والذي انضم لفريق المرخية حتى نهاية الموسم، وقد ظهر بشكل جيد في المباراة. مرزوق العتيبي طبعا غني عن التعريف، وإحنا خذناه في نص الموسم هذا، فكان صراحة مفيد لنا، أفادنا في الدوري طبعا، مكسب لنا طبعا احنا نعتبره. ومرزوق ان شاء الله احنا عندنا نيه ان شاء الله انه يستمر معانا ان شاء الله. تجربه يعني الحمد لله من بدايتها يعني بوادرها يعني الحمد لله بعد توفيق الله سبحانه ثم دعوات الوالدين، يعني اعتقد انها ان شاء الله باذن الله ناجحه، وطبعا كل الظروف يعني تساعد على نجاح اي لاعب. وبينما يكتفي ماتورانا بمراقبة أداء اللاعبين، كان مدرب المرخية أيمن منصور نجم الكرة المصرية السابق يجري تبديلاته للاعبي المرخية الذي يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية القطري. الاحتكاك طبعا المباريات الودية دائما مع الفرق القوية اللي مثل نادي النصر طبعا تعطي قوة طبعا للفريق. احتكاك العناصر الصغيرة الشابة هذه أيضا للمستقبل اللي قدام في الدوري، فاحتكاكنا اعتقد مع نادي النصر يعني مفيد جدا يعني. وتحظى اللقاءات الودية للنصر في معسكر الدوحة متابعة واهتمام من عشاق النصر العالمي، ويرون في معسكر الدوحة فرصة لإعادة الانسجام بين اللاعبين. والله توقعاتي نادي النصر سوف يعاد إلى مستوى بقوة عقب يعني معسكر اللي في الدوحة، وخانات اللي فيها ما شاء الله فريق متكامل. وأمس شفت المباراة اللي ويا الشمال فاز عليها 6-0، واليوم يقدم إلى الشوط الثاني 2-0. وتعرض القحطاني لاعب الفريق للإصابة بشد في الفخذ خلال اللقاء، وخرج من المباراة مصابا ويخضع للكشف الطبي لتحديد نوع الإصابة، والتي من المنتظر أن تبعد القحطاني عن مباراتي المنتخب اللبناني والأهلي القطري في ختام المعسكر. وكان خبر وفاة والد خالد عزيز ألقى بظله على المعسكر، وساند جميع اللاعبين زميلهم خالد قبل سفره إلى الرياض فور تلقيه الخبر المفجع.